تقول أو سائلة تقول: ما حكم العرائس للأطفال وهل هي مباحة؟ صور العرائس إذا كانت على شكل صور آدميين إنها لا تجوز لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور. أما إذا كانت مطموسة الوجوه، ليس لها وجوه وليس لها ملامح وجوه ظاهرة، فلا بأس بذلك لأنها مطموسة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدع صورة إلا طمستها، وهذه مطموسة الوجه فلا بأس.